عندها اتنين اصحاب الاتنين واحد الاتنين كذابين صح، واحد متجوز واحد عزابي واحد اعزب بس الاتنين كذابين صح. ايه اصحابك ده عارفينهم منين؟ هو كتار جدا يا منى اللي حالتهم كده فعلا. بصي انا يعني بلاحظ بالمجتمع وين ما بروح وين ما بقعد ما حدش مبسوط، والمتجوز بيتكلم عن الجواز، ايه ده اتجوزت ليه لو ما في ولاد ما اتجوزت، والاعزب بيقول لك انا حاسس حياتي ناقصه، اما لا انا عايز افضل سنجل انا فبصي الحاله هيدي يعني اللي انا بدي اسمعها ما حدش عاجبه. قلت انا راح اعمل غنيه ايوه نبهدل الاثنين خلاص نبهدل الاثنين يعني نفضحهم نتكلم كل واحد وخلاص بلاش تمثيل. في مقطع بيقول لاف يو بيبي حبيبي هيدا كله تمثيل، والعلاقات المشبوهه على قفا مين يشيل. فحطيناها على الجرح الاغنيات ايه، بس هي اغنيه دمها خفيف دمها لطيفه خفيف. هي هزار اكيد طبعا هي هزار احنا مش عايزين يعني انا مش عايزين نوعظ الناس بالعكس بس انت بقى من انهي نوع انت بتشتكي من ال... من 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 الجواز ولا بتشتكي من المسؤوليات؟ ايوه لا انا بالنسبه لي ولا بتعرفي يعني بقول الحمد لله اني توفقت لحد اليوم دايما ما في خشب ندق عليه. بصي الحلو انه تتجوزي وتحسي حالك ما خسرتي شيء من حريتك، ما خسرتي شيء من خياراتك، الا الاولاد هن اللي بيخلوكي طبعا تعيد النظر بمشاريع، تعيد النظر بسفرات مفاجئه، تعيد النظر بحاجات كثير، بس طالما عندك شريك بتعطيه نفس المساحه من الحريه ومن الرياحه ومن الثقه وبيعطيني نفس المساحه فنحن منسجمين. بس جواز صعب يعني منا شغله سهله، لو ما طلع وليد تماما بجسد الافكار اللي انا بطمح لها ما كنت كملت معه او ما كنت حتى تجوزته. وليد طلع مثل ما انا تصورته، يعني مثل ما انا اكتشفته قبل الزواج هو نفسه بعد الزواج، في وضوح بيناتنا وفي دائما حوار وفي اخذ وعطاء. طب ماشي انت ما تغيرتيش يا كارول؟ يعني قبل الجواز وبعد الجواز ما تغيرتيش؟ تغيرت، صرت اكثر عندي حكمه، اكثر صار عندي حكمه اكثر واكثر من قبل، اقل غضب، اقل انفعال، أهدى، ما بقى شيء بيزعلني بسرعة. لما صار عندي كمان طفلة ما عندي صار حدا ما بقى عندي، قبل كنت سريعة الغضب وسريعة الانفعال، هلأ صرت مش أي شيء بسرعة بيطلع من هدومي يعني عشان أعمل مشكل، مشكل مش سريع معي مثل قبل. حلو في في حكمة هدوء، وتعرفي ما بقى كتير حابة فوت بخناقة ولا نفسي اني اناقش عشان اثبت انه انا معي حق في اي موضوع حتى بشغلي، يعني ما بناقش عرفتي منى؟ خلص انا هيك شايفه، انتم هيك شايفين، خلص اوكي فاين هيك شايفين، بس بنهي بعمل اللي بدي. بس من غير صدام يعني من غير صدام لا من غير صدام يعني صرت امتص اكثر. لا بس يعني تصوري عن كارول قبل الزواج، تصوري والله اعلم قولي لي ان هي في ناس فاكرين متسلطه او شيء. لا لا انا تصوري عنك ان انت جامحه ما فيش حاجه توقفك، خياراتك قطعيه، ما اعرفش ده تخيلي عنك. لا بس مظبوط ما تغير هالشيء، والحلو انه وليد ما قتل هالشيء، ما قدر قتل، كثير استوعبني، انا ما بعتقد انه كان رجل ثاني رح يفهم لي شخصيتي قده. وليد كثير محسس، يعني انا ما حسيت من بعد ما جوزت ان انا محبوسه، بالعكس انا حسيت انه كملت بالحريه اللي انا فيها لانه في ثقه. اول شيء في ثقه عند اثنين، ما حدا جاي انه يكون في نوايا او يعني في راحه نفسي، سلام كل واحد عند اتجاه الثاني. وعطاني مساحة من الحرية ما يخنقني منه. هو إنسان ودود ولطيف ومهذب، وهو حد هين وليد مصطفى من ألطف وأطيب عن جد. غني لنا بقى عن أصحابك الكذابين يا شباب يا بنات. يا شباب يا بنات أصحابك، أغنية لطيفة جدا بتهزر فيها كارول، بس برضو بتعلم على الناس في رسالات. إيه رسائل كذابين. أنا عندي اثنين أصحابي على قلبي غالي، الأول
قدك بالتفاصيل يو بيبي حبيبي حيتك كله تمثيل والعلاقات المشبوهة على فمين شي عم يضحك على حاله بيقلك فاهم شي يلا خلينا نغني شو بدك بالتفاصيل يا شباب يا بنات شو كتير وعامله فيوهات حلوه اه الحمد يعني لله. فرفوشه كده ايه ايه بتعرفي كان صار لي زمان ما غنيت هاللون بعد السنتين قاعدينهم بالبيت حسيت لا لازم انا بحاجه حتى لإلي مش بس للناس اغاني هيك لايت خفيفه هيك خفيفه الظل وبنفس الوقت موضوع اجتماعي لانه دائما بنحكي نفس المواضيع بالاغاني الحب والعشق والوحشتك وحشتني فقلت نحكي شوي موضوع ما عم نعيشه بالمجتمع